مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده، حلقه بدايه اسبوع. ان شاء الله انه بيكون اسبوع خير عليكم جميعا. نحن رح نكون معكم من هلا للساعه 1:30 لحتى ندردش احنا وياكم، وكمان لحتى نقدم لكم وصفات حلوه سهله خفيفه لطيفه. وزي ما تعودتوا يوم الاحد بيكون معنا الشيف سليم. كيفك يا شيف؟ تمام، كيفك انت؟ تمام تمام، يعني الروائح من اول ما تدخل على الاستديو مفحفحه مفحفحه. فبدك تحكي لنا شو محضرين لنا اليوم؟ اليوم شوي رايحين سي فود، اطباق خلينا نحكي بحريه، من سلطه يابانيه رايحين، بعدين بدنا ندخل على شوي شوربه اسبانيه معاها طبق فرنسي اللي هو برضه سالمون، وعندنا بعدين الطبق الرئيسي تبعنا راح يكون شيء اسمه مسميه سيرف اند ترف استرالي، فيه طبق من اللحمه وطبق من الشريمب. يا سلام، يعني اليوم كلياته بحري. بحري تقريبا. حلو، يعني مع هالاجواء بدها بحر وبدها اشياء بحريه بصراحه. يعني زي ما انتم عم تشوفوا درجات الحراره عم تكون كثير عاليه، والواحد ما له خلق يوقف كثير بالمطبخ ولا له يعني جلاده يطبخ اشياء صعبه. فان شاء الله انه اليوم وصفاتنا رح تكون خفيفه لطيفه. انا شايفه الثلج وشايفه اشياء بحريه، فان شاء الله امورنا رح تكون تمام اليوم. صيفيه صيفيه بالضبط. فبدكم تضلكم متابعينا، احنا معاكم كمان لايف عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياهم، وطبعا اكيد يعني رح احاول قد ما بقدر اقرا من التعليقات اللي رح توصلنا. طيب اول شيء بشو رح نبلش؟ اول شيء رح نبلش بالشوربه، او هي اكشلي هي شوربه بارده. حلو، بدي اقول شوربه معها شوربه خيار. تمام، وراح يجي معها السالمون تارتار احنا بنسميه. حلو، اوكي. سالمون راح يكون ني، راح ينطبخ مع الليمون. اوكي، برضو طبق هو خلينا نحكي ابيتايزر او مقبلات خلينا نحكيها. تمام، اوكي. فراح نبلش فيها، لانه بعد ما نبلش فيها ونطبقها على الهواء راح نريحها بالثلاجه. اوكي، وبعدين نسكبها بعد ما شوي هيك كل الطعم يدخل مع بعض. ممتاز، يلا خلينا اول شيء ناخذ المقادير مع بعض ونرجع نطبقها. لشوربة الخيار المبردة مع السالمون ترتار رح نحتاج لسالمون، بصل أحمر، خيار، برش ليمون، عصير ليمون، ملح وفلفل، ورح نحتاج لفلفل أخضر حار وفجل ونبات الكيبرز. أوكي، رح نحتاج كمان لبقدونس وكزبرة، لبن، ثوم وزيت زيتون. طيب شفنا المكونات والمقادير. انا بصراحه زيكم اول ما شفت شوربه خفت انه مع هاي الاجواء الشوربه، بس لا طلعت شوربه بارده ومره بالسليم. يلا احكي. تمام، اول شيء خلينا نبلش بالسالمون. تمام، عندنا السالمون هو فريش. تمام، مشتريه من اي محل اسماك. قطعته لمكعبات صغيره. تمام، راح يجي عليه بصل احمر كلياته مفروم صغير، كلياته مفروم صغير، وراح يجي معاه برضو خيار برضو صغير. تمام، طبعا هذول الاكلات هلا هيك هلا موسمهم صيف. راح نحط شوية برش الليمون، لانه سمك بده ايش؟ بده ليمون. بده ليمون طبعا، صح؟ اوكي، راح نحط شوية كيبرز اللي هو النبات الكبر. الكبر، تمام. اول مره بعرف انه هيك بالعربي، انه له اسم بالعربي وله اسم بالانجليزي. وهلا اهم شيء اللي هو الليمون. طبعا الليمون، ليش؟ لانه راح نشوف هلا كيف راح يصير لون السالمون. هلا السالمون راح يصير لونه رايح على شوي بياض. اوكي، فهيك بكون هو عم بنطبخ مع الليمون. الليمون، اوكي اوكي، لانه احنا ما رح نطبخه، احنا رح نحطه زي احنا ما هو. احنا رح نحطه زي ما هو، هلا رح اخلطه كله مع بعض ونحطه بالثلاجه. ممتاز، بعدين رح نبلش بالشوربه تبعتنا برضه. أوكي، نحطه بالثلاجه. اوكي اوكي تمام. يعني بصراحه هاي الاجواء يعني قد ما هي شوب الواحد ما له حتى نفس انه ياكل، ف بتحس ان الناس عم بتقضيها اكثر شيء فواكه، عم بتقضيها مشروبات، يعني بدهم اشياء هيك بارده عشان تبرد شوي. فحلو فكره الشوربه انه ندخلها لانها شوربه بارده، بنفس الوقت انه فيها مكونات صحيه، بدل ما احنا بس نضلنا نشرب عصائر كلياتها سكر كلياتها يعني
خلينا نقول اشياء ما فيها ولا اي شيء مفيد ممكن انه جسمنا يستفيد منه. فعلى القليل احنا هيك بنكون استفدنا من السالمون من الخضار الموجوده، وبنفس الوقت انه احنا اخذنا شيء بارد. ده لازم اذا 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 منتبه يعني مباشره بلش اللون يتغير معنا. اوكي، هلا في ناس بحط فلفل حار، في ناس بحط شويه خل. أوكي. اوكي انا هيك راح اخليها زي ما هي. اوكي، وراح نحطها كمان شوي بالثلاجة مع الـ 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 الشوربة تبعتها. اوكي تمام. طيب الشوربة عبارة الشوربة عن شو؟ الشوربة عبارة عن خيار مقشر. اوكي، كزبرة وبقدونس، عندنا سن ثوم واحد، وشوية فلفل حار، لبن، وشوية ليمون مع البرش الليمون. حلو. اوكي، راح نخلطهم كلهم راح نخلطهم ان شاء الله كلهم مع بعض. حلو تمام. بدي ارجع اذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحاتنا على الفيسبوك، اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياهم، وكمان بدنا اياكم تشاركوا معنا على صفحاتنا على الفيسبوك، تعملوا لايك وشير للحلقه وتوصلوها لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. كمان حابه انا اسالكم شو وضعكم مع الشوب؟ ناس انتم من الناس اللي بتفضلوا الشوب ولا بتفضلوا البرد؟ يعني انا مع هذه يعني الارتفاع بدرجات الحراره حاسه كل اللي بيحبوا الصيف بطلوا يحبوا الصيف. هاليومين بطلوا هو شوب شوب، بس برضه انا بالنسبه لي الشوب احسن من البرد. الشوب يعني بس مش لهالدرجه. مش لهالدرجه. لا مش لهالدرجه. مش لهالدرجه. طيب هلا راح احط الكزبره والبقدونس، انا حاطهم هون. طب كيف يفرقوا بين الكزبره والبقدونس؟ كيف؟ اول شيء الريحه والريحته والورقه بتبين مباشره. تمام، وحاط التلج معاهم. حاط التلج معها، خلينا بس نضربه شوي عشان بس ينزل. تأكد انها ضوت. لا بتطويها. ايوه تمام. في عنا سيف عم بحكي لك يعطيك العافية يا شيف، وفي عنا كمان ام احمد عم بتقول يعطيكم الف عافية شيف وعتنا بوصفات ايطالية، بدهم وصفات إيطالية. وفي عنا كمان أم محمد عم بتقول يعطيكم ألف عافية شيف، بدنا تعمل لنا سموذي الليمون مع النعناع، وتحكي لنا إيش المكونات تبعته بالضبط. هلا بدك تخفف شوية عشان المي. اوكي تمام. اوكي طيب، عم بسألوك على الليمون والنعناع، ايش السموذي الليمون والنعناع كيف ممكن يعملوه؟ الليمون والنعناع بسيطة، يعني هي ليمون، وانا واحد من الناس بحب كمان تحط البرش لانه بيطلع زاكي. وشوية سيرب يعني او سكر. اوكي، وبقدروا كمان اذا ما بدهم سكر بقدروا انهم يحطوا من جو سويت، بيعطيكم طعمه الحلاوه اللي انتم بدكم اياها من دون سكر. اوكي، عشان ما نزعجكم بصوت الخلاط وعشان نقدر احنا ندردش احنا وياكم، رح نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل رح نرجع ونكون عاملين لكم الخلطه كلياتها خلطينها مع بعض، ونرجع بعد الفاصل.
رجعنا لكم نكمل معاكم باقي وصفاتنا. بدنا نرحب اكيد بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، وبدنا نذكركم انه احنا معاكم من هلا لساعه 1:30 لحتى نقدم لكم وصفات حلوه خفيفه لطيفه مناسبه للاجواء اللي احنا فيها، وبرضه كمان لحتى ندردش احنا وياكم. وبدي اياكم تحكوا لي كمان انتم من محبين الصيف ولا من محبين الشتاء، وكيفكم مع موجه الحر، على صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال. احنا خلطنا الشوربه تبعتنا بس شوربه بارده وطلعت معنا بهذا الشكل. طلعت معنا هذا الشكل. اوكي، احنا حطينا كمان مره عشان حطينا خيار، خيار طبعا مقشر. اوكي. اوكي، حطينا بقدونس، حطينا كزبره، حطينا سن تومي واحد، حطينا فلفل حار قرن واحد. اوكي، ملح وشويه فلفل وثلج. ولبن. ولبن يس، لبن تقريبا 250 جرام. ممتاز، اوكي، وهلا بدنا نحطها بالثلاجة. هلا بنحطها بالثلاجة خليها تبرد. يلا ممتاز. طيب خلال هذا الوقت عبين ما تبرد عنا الشوربه بنطبق لكم اياها ونورجيكم اياها بالنتيجه النهائيه، بدنا ناخذ مقادير الوصفه الثانيه. شو هي الوصفه الثانيه يا شيف؟ الوصفه الثانيه راح نروح على الماكولات اللحوم والاسماك اللي هي احنا بنسميها سيرف اند ترف. اوكي، هي جاي من استراليا خلينا نحكي. اوكي، اي قطعه لحمه واي قطعه سمك، ان كان شريمب او كان لوبستر اللي هو سرطان البحر او اي نوع سمك، تنين بيجوا على صحن واحد بنسميه سيرف اند ترف. اوكي يلا طبعا. ناخذ المقادير يلا. مع بعض. للحوم والاسماك رح نحتاج للحمه عجل ريب اي، رح نحتاج لسرطان البحر، رح نحتاج لسبانخ، فطر، ملح، فلفل، بندوره كرزيه، زبده وليمون. رح نحتاج كمان للبهار الكيان، رح نحتاج للبابريكا، ورح نحتاج للبقدونس والبطاطا. تمام، شفنا المكونات والمقادير، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق مع الشيف خطوة بخطوة. احكي لنا شيف شو بدنا نبلش أول شيء؟ طيب أول شيء دانا راح نبلش بالجامبو شرمب، أنا جبت الشرمب الكبير. أوكي. تمام؟ راح نبلش فيه، راح أحط زبدة. أوكي، لأنه السمك واللحمة بده زبدة. زبدة. أوكي، عشان يعطيني طعم المزبوط. مع الزبده راح ندخل البهار الكيان، بهار الكيان هو الفلفل المطحون، فلفل الحار. اوكي، اوكي الاحمر. طبعا راح نحط كمان معها البابريكا الحلوه. اوكي، راح ينطبخوا مع اكليل الجبل هو الروزماري. ممتاز. تمام، طبعا انا جاي كمان مشرومز اللي هم الكبار البورتوبيلو مشرومز. حلو. اوكي، في عندنا سنتوم كمان عشان النكهه كمان تبعت الزبده. ممتاز. اوكي، فخلينا نبلش مع بعض. يلا، طبعا المقلاية بدها تكون كثير حامية صح؟ هلا هي اوريدي حامية. اوكي. بدنا ننزل الزبدة أول شيء. نحط أول شيء الزبدة. يا سلام. طب هلا بشكل عام لما يكون الواحد بده يعمل مثلا ستيك. يس. بدوب الزبدة بهاي الطريقة، وطبعا بتكون المقلاية برضه حامية، قد إيه بده تقريبا وقت؟ هلا اسمعي، حسب كل قطعه ايش هي القطعه اللي عم نجيبها. اوكي، في قطع من اللحمه من الستيك فيها دهن. فاحنا مرات بنستخدم نفس الدهنه تبعت اللحمه، يعني انا بنكه اللحمه من الدهنة من نفسها. اوكي، فمش دائما احنا بنحط الزبده او زيت. اوكي، اوكي، حسب شو هي القطعه الستيك، شو قديش فيها فات. اوكي، فانت اليوم مع الريب اي حاطط معاها؟ انا حطيت شوي زبده عشان الشريم. شريم اكثر. أوكي. اوكي تمام، فراح الشريم زي ما هو. بس اللهم انه احنا منطفينه. الشريم عشان ما يشد معانا دانا، دائما بدنا نكون بعين الاعتبار انه بس يصير لونه على برداني خلص نسحبه، اكثر من هيك بتلاقيه كمش على حاله بزياده وصار يشد. تمام، فزي ما هو مع القشره تبعته. هلا انا راح احطهم هون، بعدين راح نخلصهم ان شاء الله بالفرن مع بعض. كمان يس. حلو. طيب خلينا نرجع شوي لصفحتنا على الفيسبوك ونشوف الاشخاص اللي عم بيتابعونا وعم بيشاركوا معنا على صفحاتنا على الفيسبوك من محبين الصيف ولا من محبين الشتاء. في عنا امل عم بتقول منورين يسلم ايديك يا شيف، كل فصل له حلاوته، ولكن بالنسبه لي انا بحب الشتاء بكفي، ما في اشياء غير مرغوب فيها ما بتشوفيها بالشتاء مثل الحشرات. 100% هو هذا الشيء الوحيد اللي
اللي بي سيء بالصيف، خلينا نقول سيء بالصيف عن جد. اوكي، في عندنا كمان عاطف عم بيقول يعطيكم الف عافيه، الاكلات شكلها بتشهي ويعني ريحتها كمان صراحه بتشهي. وفي عندنا ام هيثم عم بتقول ايش بنقدر نعمل خضار تاني غير الخيار مع هاي الشوربه؟ تقدري تعملي اي شيء بخطر بالك، سبانخ، افوكادو، حلو، بروكلي، ايش بخطر بالك، بروكلي، كوسه، اوكي، كل شيء بيزبط. حلو، بالمطبخ ما في شيء اسمه ما بزبط صح وغلط، كل شيء بزبط صح. وحسب كل واحد كمان، يعني في ناس مثلا عندهم بالبيت ما بيحبوا الجاج، ما بيحبوا اللحمه، ما بيحبوا نوع خضار معين، فانتوا حسب ايش انتوا بتحبوا بتقدروا انكم انتوا تغيروا. واكيد اذا حابين انكم كمان تستشيروا الشيف ابعثوا لنا ونسال الشيف. اوكي، في عندنا كمان احمد عم بيقول الاكل شكله بشهي ويعطيكم الف عافيه. في عندنا كمان سماح عم بتقول انا من محبين الصيف. وفي عندنا غروب عم بتقول كيف ممكن نخفف الملح اللي موجود بالجميد تبع المنسف؟ بس نقعيه، يعني هو نقع اصلا. في ناس بتلاقيه بيغسله مرتين بس عشان يخفف، بس هو اصلا ذكاوته يعني بالملوحه تبعته. طبعا انا هنا عم قاعد بحط ملح وفلفل على الريب اي. اوكي، وبعدين بدي احطها بجنب الشريمب. حلو، طبعا احنا بنستخدم اكيد الملح والفلفل من الكسيح. واحنا مستخدمين كمان ملح الهيمالايا. نعم، صراحة ريحه بتشهي، ريحة مش معقول، خطيرة عن جد. أول إشي بلشنا بريحة السالمون، بعدين هلا بريحة الزبدة مع الشريمز، يعني صراحة ريحة بتجنن. طيب خلينا نرجع ونشوف. أم أسامة عم بتقول صح الصيف كيف، بس بهذا الشوب الشتا وبشدة كمان. أوكي، في عنا كمان أبو علي بقول بدي تسلمي لي على الشيف سلام خاص. الله يسلمك، الله يسلمك. طبعا ابو علي يعني صديقنا وحبيبنا احمد ابوندي طبعا. يعني موجه له تحيه. طيب احنا هيك تقريبا يعني صاروا جاهزين، هيك الشريمب تقريبا صار جاهز، راح اطلعه انا عشان يخلص مع الستيك بالفرن. اوكي وبرضه الستيك ما بدك تستويها 100% على الستيك؟ لا ما راح استويها 100%. اوكي تمام. ومع هالروائح والريحة المشهية، أنا دائما بس أحكي عن الريحة بتذكر منتجات الجزيرة، لأنه ريحتهم عن جد بتجنن، سواء كانت على الأواعي أو حتى لما بنستخدم السائل تبعهم تبع الجلي، برضو كمان ريحته كثير حلوة، بيرغي معاكم، وبرضو ما تحتاج أنكم تحطوا كمية كثير كبيرة. فصراحة ما بنشف الإيدين، بنصحكم بكل منتجات الجزيرة، وزي ما أنتوا بتشوفوا دائما بيكونوا برضو كمان هيك ألوانهم بتضوي مطبخنا. بس انت ضفت اضافات راحت علي. انا ولا اضفت شيء، هم اللي كانوا بالملاح حطيتهم على اللحمه. اوكي على البجر. اوكي، فهو اكليل الجبل والثوم، راح انزل هلا شوي صغيره البندوره الكرزيه زي ما هي. اذا ملاحظه انه كل شيء عم نستعمله بنفس المقلايه عشان تضلها الطعمه نفسها. اوكي، طب انت حطيت شيء بهارات عليهم؟ حطيت بس الكيان والفابريكا على الشريمب. اوكي، الستيك حطينا عليها بس الملح والفلفل. ممتاز. اوكي، طبعا انا محضر هنا عندنا بطاطا مهروسه ماش بوتيتو. اوكي، عشان كمان الصحن تبعنا حلو. اوكي، لان احنا طبعا يعني زي ما تعودتوا على الشيف سليم لازم يكون البرزنتيشن وشكل الاكل، يعني لان العين دائما بتاكل قبل الثمن. كنا نجيب ورد يتاكل لانك ما كنتي معنا المره الماضيه. بس شفت راح علي المشمش والاشياء شفتهم كلهم، بس لا بس استنونا بالنتيجه النهائيه، لان انا متاكده كمان شكل الصحن راح يكون كثير حلو. طيب وامتى بدنا ندخلهم على الفرن؟ يعني كمان دقيقه من هلا ندخلهم بالفرن، راح نخليهم بالفرن تقريبا 5 ل 6 دقائق. ممتاز، تمام التمام. طيب في عندنا كمان ام عادل عم بتقول بدنا اكلات كوريه. اكلات كوريه؟ كوريه. طيب حاضرين. وفي يعني بتوقع ناس يطلب اكلات لا كوريه؟ لا صراحه لا، عشان هيك قرات. اوكي، في عندنا كمان مياده عم بتقول مساء الخير، يعطيكم العافيه، الصيف مهما كانت الحراره عادي، يعطيكم الصحه والعافيه يا رب. هاي من جماعتي بين الصيف.
هلا الصيف حلو ده انا بس مش حلو. بس مش هالقد مش هيك يعني يعني كثير ايش منه اسمع كل فصل له حلاوته بس لا يكون كثير برد ولا يكون كثير ولا كثير شو يكون حلو وسط. طيب قبل ما نطلع للفاصل يا ليث ايش رح نعمل احنا خلال الفاصل شو؟ خلال الفاصل رح نطول اللحمه نحطها بصينيه مع الشريمب ونخلطهم فان شاء الله بنرجع من الفاصل بتكون جاهزه رح نسحبها ورح نعمل الفليتنج. ممتاز أوكي. يلا احنا رح نحطهم بس بالفرن خلال الفاصل بنرجع لكم بعد الفاصل لنكمل معكم. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا. بنرحب اكيد بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا بس بدي اقول لكم انه راح عليكم صراحه اشياء مشهيه رح نرجع نعيد لكم اياها هيك سريعا ورح تشوفوها كمان بالنتيجه النهائيه بس احنا معكم من هلا لسه للساعه 1:30 لنكمل معكم باقي الوصفات واكيد معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. بدنا نرجع للشيف ويفرجينا ايش عم بيعمل وايش صار خلال الفاصل بالضبط مع الروائح. يا ريت لو بتقدروا انكم تشموا ريحه بصراحه. طيب ده انا حطينا زي ما حكينا قبل ما نطلع الفاصل حطينا الستيك والشريمب بالفرن حطيت معهم حبه مشروم كبيره اوكي وحطيت كمان واحده هنا انكيس اذا بدنا اياها زياده تمام اوكي. هلا راح انزل طبعا كنا حاطين كمان البندوره الكرزيه التشيري توميتو تمام جهزت عندي من القلايه بديش احرقهم اوكي وبدي احط هلا شويه سبانخ هلا الكميه هاي كلها راح تصير كمشه تمام بعدين يعني بكونوا كل شيء جاهز عندنا عشان نسيبها يا عيني. طبعا احنا قاعدين عم نحطهم كلهم بنفس المقلايه نفس المقلايه اللي قلينا فيها الشريمب نفس المقلايه اللي قلينا فيها اللحمه كل شيء مع البهارات مع الزبده كل النكهات عشان تضلها مع بعض حلو. طبعا انا عم يجيني تهديد يا دانا من إيه؟ الشباب بقول لك يا عمي انت ايش بتساوي بدنا ناكل ناكل بدنا اكل خلص المره الجاي اعملي لهم هيك شيء اعمل لهم طنطره مقلوبه نعمل طبعا يعني الشباب طبعا ولا غنى عنهم الله يعطيهم العافيه طبعا هم دائما ورا الشاشات صح خلف الكواليس اكثر ناس بيتعبوا معانا. طيب انا راح احط شويه ملح شويه فلفل طيب في عندنا سؤال على موضوع اللحمه بيقولوا لك شيف ما بتشد معانا اللحمه اذا بنحط عليها ملح قبل ما تضيفها بالمقلايه لا لانه هلا دائما الملح والفلفل دائما بنحطه احنا يعني قبل ما ابدا اطبخها مباشره الملح بتنزل المي بتنزل ميه اللحمه صح اذا نزلت ميه اللحمه راح تشد نفس الشيء اذا القلاي او الطنجره تبعتك اللي عم تطبخ فيها اللحمه كانت بارده راح تشد اللحمه فعشان هيك انا من الاشياء جدا مهمه خصوصا اللحمه انه يكون عندك القلاي او الجريل او المشوى او ايش مكان يكون حامي اوكي ونحط قبل ما نحطها بالمقلاي نحط الملح والفلفل صحيح اوكي تمام اوكي في عنا كمان إلين عم بتقول يسعد اوقاتكم بتابعكم من الدنمارك وصفاتكم بتجنن وبدنا وصفات بالموز بدنا وصفات ايش بالموز ندخل الموز على طيب. الوصفات عاد هلا ندخل. عاد هلا بتحس الموز شتوي هلا بطيخ ومشمش وذراء ويعني فواكه الصيف كثير يعني حتى بطيخ تلاقي هلا بلش خلص اواخره بلش بكير ما هو البطيخ اوكي طيب بس احنا اليوم ما رح نستخدم حليب انجوي بس هذا مش معناته ما بدنا نذكركم بحليب انجوي حليب انجوي الحليب المدعم بالفيتامينات وخصوصا فيتامين د لانه كثير مفيد لصحه العظام كثير مفيد للاشخاص اللي حابه انها تخسر وزن وكمان للاشخاص اللي حابه انها تضلها محافظه على وزنهم لانه بياثر على الوزن فيتامين دي مدعم وموجود بالحليب انجوي حليب انجوي بضل عندكم لفتره كثير طويله بدكم انتم تشربوه لحاله تحلوه مع المي وتشربوه بدكم تضيفوه مع الوصفات تبعتكم بدكم تحطوه مع الحلويات بتقدروا انكم تستخدموه باكثر من طريقه واهم شيء انه بضل عندكم برضه لفتره طويله طيب هيك خلص السبانخ هيك السبانخ الكميه الكبيره صارت هالقد كمشه فهيك خلص السبانخ اوكي عندنا المشروم كمان
تخليها يعني تقريبا خلصت، بس خليها شوي عبين ما تدبل. عندنا البطاطا. هاي المشروم عادي بتنشر من المحلات العادية الخضر. موجودة عند أي خضرجي، يعني أي سوبر ماركت كبير بتلاقيها. أوكي. هذا البورتوبيلو مشروم هم خلينا نحكي مستورد. آه. أوكي. بتلاقيها باكيت فيها حبتين. حلو حلو صراحة شكلها هيك لما تكون محطوطة كبيرة. بعدين الحلو فيها إنه بتقدري تحشيها. يعني إذا بنلفها من ورا من هون. هذا هذا بنقدر نفكه ونحشيها سبانخ جبنه. طب هاي وصفه ايطاليه بنقدر نعمل لنا اياها. بنقدر ليش لا، بس صرنا عاملين لنا وصفتين ايطاليه فشوي لا اليوم نبعد شوي عن ايطاليا. خلينا نروح لمحلات ثانيه. فاليوم احنا رحنا يابان، رحنا فرنسا، رحنا سبين اللي هي شوربه، وهلا رحنا شوي استراليا. حلو، يعني احنا عشان ما نخلي حدا زعلان منا وعتمان علينا، بس في عندنا مشاهدين من الدنمارك، يعني إلين بدها اشياء دنماركيه، بس ابعثي لنا ايش انت ابعثي لنا ايش بدك غششينا. ابعثي لنا اسم الوصفه مع المكونات والمقادير. طيب هلا عندنا الفرن تبعنا صار جاهز. اوكي، فبدنا نطول اغراضنا من الفرن. اوكي، وطبعا دائما احنا لما بنعمل الستيك بنعمل الدجاج المشوي دائما بنحب نحط جنبهم بطاطا، بس احنا اليوم ما حبينا نقل البطاطا، حبينا نعملها ماش بوتيتو او بطاطا مهروسه. بطاطا مهروسه، فبرضه البطاطا عندنا جاهزه. يا عيني، بس بدك تحكي لنا كمان عن البطاطا كيف نعملها بالضبط، لانه في ناس بقول لك بنحط حليب، بنحط زبده، ما بنحط حليب وزبده. حليب وزبده. البطاطا انا بالنسبه لي حليب وزبده، حليب كميه وزبده كميه. يعني زبده يعني بيحكوها قوي قلبك ما تخاف. اوكي تمام. هي البطاطا بنقطعها ل كيوبس مربعات من قشرها. طبعا القشر انا واحد من الناس اللي بخليه. اوكي، يعني مش بخليه وانا يعني بس نقشرها، بخليهم على جنب. أوكي. لانه بستخدمهم لزينه لقارنش. كيف نقدر نقطعهم طوال اللي هم هلا راح نشوفها مع السلطه اللي جاي. القشر راح نقدر نقطعه رفيع يكونوا هيك حبه طويله. وبنقدر نقليه. اوكي، هلا بعد ما اقليه بصير تشيبس. ما احلاه. اوكي، شويه ملح وبيجوا على اي صحن بدنا اياه. فدائما عندنا بالمطبخ ما في عندنا كب كثير. صح. أوكي. كل شيء نقدر نرجع نعيد تدويره ونرجع نستخدمه مره ثانيه وبشيء فكره ثانيه. حلو، اوكي تمام التمام. بدك تخلي لنا اياهم بنفس الصحن ولا رح تعمل لا هلا بدنا نحطه هون بهذا. يس. اوكي، انت من عشاق اللحمه ولا دجاج ولا السمك؟ دجاج وسمك اكثر من اللحمه. دجاج وسمك اكثر من اللحمه. ليه؟ والله مش عارفه يعني شو السبب. ما في سبب معين، بس مش كتير يعني جديد انا صايره مش كتير مع اللحمه، ما بعرف ليه، فبفضل الدجاج والسمك اكثر. اوكي طيب، انت شكلك من محبين اللحمه. انا من عشاق اللحمه. عشاق اللحمه. يعني انا في ناس بسميني ملك اللحمه. فواحد يعني عندي اللحمه انا عشق اساسيه. طيب راح نبلش نعمل بصحننا. يلا، هاي انتم شايفين كل شيء عملناه لحاله، هلا بدكم تشوفوا كيف الصحن بدنا نرتب لكم اياه. طيب بس نزيحك شوي هيك. لا لهنا. عشان تمام، عشان ما نتبهدل. لا لا، عشان يبين معاهم خطوه بخطوه ايش رح تعمل. طيب حطينا هيك الماش بوتيتو. راح نحط عندنا السبانخ. هلا كنت عم تحكي انت عن البطاطا، قشرناها وقطعناها. قشرناها وقطعناها بعدين سلقناها. بعد ما سلقناها صار عندنا طبعا طريت وهي ساخنه، مباشره بنحط عليها الزبده والحليب، بنحط الحليب، ملح وفلفل ابيض. اوكي اوكي، وبنبلش نهرسها. تمام اوكي، بس يعني كثير ضروري انه يكون فيها زبده بكميه، لانه هي طعمها اصلا زبده، كله زبده. في ناس بقول لك كريمه، انا مش مع كريمه، هي حليب الاضبط الاساس. تمام اوكي حلو. اوكي يلا، انا وانت عم بتكتك لنا الصحن رح اتركك على راحتك واقرا شوي من التعليقات. أوكي. عشان ما نعجل الشيف. في عنا ميسون عم تحكي يعطيكم ألف عافية، بدنا وصفات حلويات باردة شيف. أنا صراحة أنا والحلويات مش صح مش كتير، يعني مش بقول لك يعني
ما بعرف، بس ما بفضل يعني. انا واحد من الناس، انا الحلويات خلينا على الطبخات، بالها 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 طويل، حلويات لكم. خلص تمام. احنا عند الشيف هنا، خلينا على اللحمه. اوكي طيب. وفي عندنا كمان مها عم بتقول انا من عشاق الصيف، الصيف حلو بكل اشكاله، وبتقول وانا كمان بفضل الدجاج اكثر. وفي عندنا بتغابزوا كلكم مع بعض. فريقي مش فريق الشيف، بس بدنا نصير هيك فريقين احنا. احنا انت هلا من عشاق الصيف ولا من الشتاء؟ طيب انا بحب الاثنين. أه بس يعني البرد حلو هيك يعني، تلبس جاكيت وتكنكني. ماشي، فشكله من عشاق الشتاء اكثر، ميال للشتاء اكثر. ميال. طيب هيك صار عندنا صحن جاهز. يا عيني. اوكي شوفوا احلى هالصحن، دائما لازم يكون فيه رز. لا هيك صار صحن ايش جاهز. سلم ايديك على هالصحن لمتكتك. اوكي طيب. في عنا ام عادل عم بتقول عندي شمندر مفرز، شو ممكن اعمله؟ هلا احنا رح نجاوبك على هذا السؤال، بس رح نطلع لفاصل صغير. شايف رح تعمل اشي خلال الفاصل؟ رح نعمل اشي؟ لا ما رح نعمل اشي، رح نحضر الوصفة تبعتنا، الوصفة الثانية اللي هي السلطة اليمنية اللي كاني سلد، اللي هي كراب لكل حدا بحب الكراب. اوكي ممتاز. كثير سهلة، ونستناكم بعد الفاصل. يلا خليكم معنا. رجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لحتى نستعرض لكم سفرتنا الحلوه، ولحتى كمان نطبق معاكم وصفه السلطه. قبل ما نرجع للشيف ونشوف وصفه السلطه، خلينا ناخذ المقادير ونرجع لنطبقها. لسلطة الكاني رح نحتاج لمايونيز، أصابع سلطة عون، رح نحتاج لخيار، جزر، عصير برتقان، سكر شعبان أو نقطة من جو سويت، إرشلة من الكسيح. قبل ما نروح ونطبق معكم وصفة السلطة اللي هي آخر وصفة بحلقتنا لليوم، بدنا نرجع لأول شوربة عملناها بأول الحلقة. بعد ما حطيناها بالثلاجة وبردناها، بدنا نشوف كيف طريقة البرزنتيشن وكيف طريقة تقديمها رح تكون. شوفوا تكتكة، طلعوا كيف عم نتكتكها. في أكثر من هيك من خطوة لازم نعملهم. طيب هلا أنا حاط قطر اللي هو أوكي. هذا اللي دائر شايفينه بالنص. بس عشان اخلي محل الشوربه، لان الشوربه راح تيجي داخليا. اوكي اوكي. ونحط على الاطراف اللي هي خلطه السالمون. اللي هي السالمون. اوكي. هلا حلو الواحد انه يدخل يعني مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع يعني سمك، غير انه هو كمان طبعا كثير مفيد وبيحتوي على الاوميجا 3، فحلو انه احنا كنوع من انواع التغيير. فاحنا عم نحاول كمان بحلقاتنا نقدم لكم وصفات افكار جديده لحتى انتم كمان تطبقوها، ومش دائما نضلنا متعودين على نفس الوصفات ونضلنا نعيد ونزيد بنفس الوصفات. تمام. هلا دانا هيك صارت عندنا تقريبا جاهزه. بدي استخدم الشوربه. بدنا نحطها بالنص. يعني. اوكي اوكي. فانت بس كان الهدف انك تخلي انه تجور الصحن، يعني تخليه صحيح عشان بس النص. اخليها بالنص. اوكي يا سلام. تمام. هلا بدنا نزينها سريع. حط فجل، شويه فجل. كثير حلو صراحه شكلها. احط شويه شبت. ايوه يعني طلعوا احنا مع يعني كميه كبيره طلعت معنا، فانتوا بتقدروا انكم تحطوها بصحن كبير، بتقدروا انكم كل واحد بصحنه يعملها هيك بهاي الطريقه، يحط على الاطراف السالمون ويحط بالنص الشوربه، يعني بالطريقه اللي انتوا بدكم اياها، واهم شيء انها بارده. صارت هيك عنا، صارت جاهزه. بس بدي احط شويه برش عشان نبلش نعمل بالسلطه تبعتنا الاخيره. يا سلام.
شفتكم احلى من هيك شوربه. هيك صارت عنا جاهزه. يلا حطها هون. سلم ايديك. طيب اخر وصفه اللي هي وصفه السلطه. تمام. هلا هون عندنا الكراب ستيك اللي هو سلطعون، اوكي، موجود باي محل اسماك او سوبر ماركت وزي هذا. اوكي. اللي بدنا اياه عندنا خيار، الخيار بس القشر اخذت انا، ما بدي اللب لانه اللب فيه مي. يعني برضه هون القشر اللي استعمله بالشوربة استخدمته. صحيح. اوكي. عندنا الجزر. والحلو انه كله يكون مقطع بنفس الطريقة. وعندنا هون مايونيز. مايونيز. تمام. عندنا شوية سيراتشا اللي هو خلينا نحكيها الهوت صوص. هوت صوص. شوية برتقال. أول مرة بعرف إنه بنحط عليها هوت صوص. عشان يعطيكي الشعطة. شوية سكر خفيف. طبعاً بنقدر كمان لأن ما بحب السكر بنقدر نستخدم جو سويت. طبعاً بيعطينا طعمة الحلاوة من دون ما نضيف. فأنا هلا بس راح أخلطها بإيدي مدامنا لابسين كفوف. عشان الوقت والسرعة. ممتاز. عشان نتأكد كمان إنه كل الإشي بالضبط انخلط مع بعض. انخلط. أوكي. تمام. ها هي الكاني سالد، اوكي، كثير ناس بحبها كثير ان كان كبار ولا ان كان صغار. صح. اوكي هيك صارت عندنا جاهزه. راح ارجع اعيد ايش بايش بلشنا. يلا. اوكي بلشنا بسلطه خلينا نحكيها سالمون تارتار. اوكي. مع الكيوكمبر اللي هو الخيار شوربه الخيار البارده. تمام. اوكي بعدين عملنا السيرف اند ترف اللي هي الستيك مع الجمبري. حطينا معها سبانخ، حطينا معها بندوره كرزيه، وحطينا معها بورتوبيلو مشروم، هي مشروم حبل كبيره. كبيره. وهلا اخر شيء عملنا الكاني سالد. سلطه الكاني. بدي اغلبك بس اعطيني الصحن. تفضل. سلم ايديكي. عشان نحط لكم اياها. طيب والقرشله هاي اللي بتكون على الوجه. اخر شيء. يا سلام. حلو. بس انا توقعت بدها تعقيدات اكثر سلطه الكاني. يعني لا اسهل منها ما عن جد. بس مايونيز فكرت انه رح يكون في تعقيدات اكثر بالصوص. لا هلا في ناس بتستخدم مايونيز عادي، في ناس بتستخدم مايونيز ياباني. اوكي مايونيز ياباني فيه 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 حلا اخف من ال مايونيز العادي. يا سلام. حلو. اوكي هيك خلصنا. راح نحط اخر شيء القرشله. ممتاز. شوفوا الالوان قد ايه طالعه حلوه. وانا اليوم ملبقه مع السفره كمان برداني. حلو حلو حلو. يعني تمام هيك صارت عندنا جاهزه وصفتنا اخر وصفه لليوم. ابدعت ابدعت ابدعت. حطها هون. سلم ايديك يا شيف على هالوصفات. واكيد احنا كمان بدنا نشكر كل الاشخاص اللي ضلهم بتابعينا كمان خلال هالساعه اللي احنا كنا فيها مباشره معكم على الهواء. لكل الاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بدايه حلقتنا وحابين انهم يرجعوا يعيدوا الحلقه، برضه بتقدروا ترجعوا تعيدوها على صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن او على عمان تي في اوفيشال، او بتقدروا تفتحوا على قناتنا على اليوتيوب وتكتبوا اسم الوصفه ابهار ونار بيطلعوا لكم كل الوصفات سواء كانت بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه. بنتمنى لكم بقيه نهار حلوه، تضلوا بالف خير. الى اللقاء.